طريقة عمل قهوة اسبريسو في البراد، البراد اللي هو بيكون بالشكل ده، بنشتريه من السوق أو من أي حتة، من جوميا، من سوق متوفر في بعض الشركات زي بيتك. عبارة عن جزئين، الجزء الفوقاني تمام بيبقى كده بالمنظر ده، وفي جزء من تحت قطع في الأسفل تمام. هي دي اللي بيتحط فيها، دي مصفى بيتحط فيها البن اهي، والجزء اللي تحت ده بيتحط فيه المية. هنا بنملى مية وبعدين بنحط المصفى دي، البن بنعبي هنا بالمعلقة بنسويها، وبعد كده بنرجع نركب الجزء اللي فوق ده تاني تمام. نربطها كويس نربط كويس كده، وبعدين بنحطها على المشط.